هي دي بسلامتها بنتك يا ما شفت من دكتي. أنا هعملها عروسة تصلح لأمير بنت ثلاجة. كانت هتبقى سخنة لو جيتي في الميعاد. فم محموم فم كمان من رجل اللي حد شعر الراس، نقطة عطر من الإزازة عشان ترفع راسنا بين الناس. مولان إيه ده؟ مراجعة عشان لو نسيت حاجة. امسكي، ده احنا محتاجين معجزة. هتشوفي التغيير، العرس لايجو بالطبير، كحل واحمر وتسريحة جنان ترفع راسنا بين الناس. البنت ممكن تشرف عيلتها في الجواز، لو جيت طلب عريس ملوانه ممتاز. البنات لابد تكون هادية مطيعة وزي الطيف بالأوصاف دي، وبوسط نحيف ترفع راسنا بين الناس. لا لسه، تفاحة هديكي وتميمة طمني. عقد ملون تحفة تلبسيها وام، ومعانا شيء لك الحظ وكله هيبقى تمام. أجدادي صعدوني في المقابلة دي ودعولي، أقدر أشرف والدي ويفرح لي.